من أجل تسخير التكنولوجيا المتقدمة للرقي في مجال البحث والتطوير العلمي وتقديم الدعم العلمي في مجال علوم الفلك والفضاء، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح اليوم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. التقرير التالي يسرد لنا وقائع حفل الافتتاح ومجرياته. إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في المدينة الجامعية بالشارقة وصل موكب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حيث استهل سموه زيارته وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري للمركز إذانا من سموه بافتتاحه رسميا أمام الجمهور بالسلام على الشيوخ وكبار المسؤولين الذين اصطفوا للترحيب بسموه. ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة للاطلاع على مرافق الأيقونة الفلكية التي أطلقتها الشارقة للعالم، بادئا سموه جولته من القبة الفلكية التي شهدت عرض فيلم يسرد مراحل وخطوات تأسيس مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وجاءت بتوجيهات ودعم من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي رسم تصورا لشكل ومحتوى المركز الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. هذا وأطلق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حفل الافتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وشاهد سموه والحضور بعد ذلك فيلم دين القيمة من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو فيلم وثائقي عالمي لقصة خلق الكون بداية من الانفجار الكبير ومن خلال الاستعانة بالآيات القرآنية الكريمة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بعدها انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتفقد باقي مرافق مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حيث شاهد سموه ما يتضمنه المركز من معارض فلكية وفضائية وفيزيائية تعليمية عدة لمختلف الفئات العمرية، مستمعا سموه إلى شرح من القائمين عليها. كما زار سموه مرصد الشارقة الفلكي الذي يعد مرصدا بصريا لرصد المجرات والنجوم والكواكب حتى 10 سنوات ضوئية، ورصد الشمس والقمر مع أجهزة فلكية متطورة ذات دقة عالية جدا. وتفقد سموه الحديقة الفلكية التي تمثل مدارات المجموعة الشمسية في الباحة الخارجية للمركز. وفي ختام حفل الافتتاح كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجهات المنفذة والداعمة في إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والتي ساهمت في جعله مركزا مميزا بتصميمه ومرافقه ومحتوياته. مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك صرح علمي شاهق تم تنفيذه بطريقة هي السهل الممتنع بعينه، خدمة للبحث العلمي واستقطابا للشغوفين بالفلك وعلومه ومعارفه. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. من فكرة خطها صاحب السمو حاكم الشارقة على ورق، ها هو اليوم قد جاء ليتحول هذا التصور والرؤية إلى حقيقة تميط لثام عن أسرار الفضاء وعلومه وتضيء عقول البشر بالمعرفة والعلوم. مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك الواقع بالقرب من الجامعة القاسمية في الشارقة يمتد على مساحة 450 ألف متر مربع. تم تصميم المركز ليكون أشبه بالمجموعة الشمسية، الشمس في الوسط وحولها الكواكب الكونية متمثلة في مجسمات بالساحة الخارجية وكذلك داخل المركز الذي من مكوناته القبة الفلكية. نتابع. الآن في داخل القبة الفلكية التي تسمى باللغة الإنجليزية البلانيتاريوم. بلانيتاريوم معناته شاشة نصف كروية مائلة تعرض صور فضائية فلكية وحتى صور أخرى الواضحة المعالم. عدد الكراسي اللي في هذه القبة 209 كرسي. في منطقة الشرق الأوسط ما في قبة فلكية بهذه التكنولوجيا ولا بهذا الحجم.
تحتوي القبة كذلك على عارض نجوم عملاق متمركز في قلب مسرح القبة السماوية، ويتيح عرض عدد هائل من النجوم يبلغ 20 مليون نجم، وهو أداة مثالية لدراسة الفلك والتي لن تكون مقتصرة على الباحثين فقط. نتابع. قبة فلكية تعليمية تعلمية تدريبية، يعني الأفلام اللي راح نعرضها تشمل كل الفئات كل المستويات. أسرار الفضاء وطرق اكتشافها لها مكان داخل مركز العلوم والفلك، فالمركز سيوفر لزواره فرصة الاطلاع عن كثب على مجسمات ساهمت في اكتشاف أسرار الكون كسفن الفضاء والأقمار الصناعية كذلك. وسفينة أبولو الشهيرة التي حطت على سطح القمر. ويتضمن المركز كذلك مرصدا فلكيا يعد الأحدث من ناحية التكامل التكنولوجي الخاص بتقنية المعلومات. هذا المرصد يحتوي على تلسكوبين أو منظارين. المنظار الأول أو التلسكوب الأول هو تلسكوب عاكس قطره 40 سنتيمتر لرصد الأجرام السماوية، ثم يرتبط معه تلسكوب آخر كاسر. الكاسر طبعا يستخدم عدسة والعاكس يستخدم مراية. فالكاسر قطره 20 سنتيمتر، هذا فقط لرصد الشمس ولرصد القمر، وأيضا ضمنها رصد الهلال في كل شهر. إذن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك سيسهم في تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، وأنه يعد بيئة تعليمية تفاعلية لمختلف الفئات والأعمار ووجهة سياحية جديدة في عاصمة السياحة العربية.